بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن افليت ماركتنج. افليت ماركتنج يعني التسويق بالعمولة. ازاي احنا هنقدر نسوق بالعمولة واحنا ما نعرفش ايه المواقع اللي احنا هندخل عليها ناخد المنتجات؟ طيب الموضوع ده بيلزم انت تعرف انجليزي؟ لا، كمبيوتر برضو مش قد كده، مش مهم، يعني الموضوع ده مش مهم خالص. المهم تكون حافظ خطوتين ثلاثة اللي هنعملهم اي موقع، لان المواقع معظمها مواقع اجنبيه، فمواقع اجنبيه كلها بالانجليزي وما فيهاش ترجمه. مثلا نعمل ايه؟ هما خطوتين، بندوس واحد اتنين واحد، اهم حاجه مسجل طبعا في الموقع، مسجلين في الموقع يبقى الموضوع خلصان. ندخل نحط خطوتين، ناخد المنتج هيديك هو لينك كده بتاخده تحطه بقى فين؟ على الفيس، على الانستجرام، على تويتر، في موقع، في مدونه، في ووردبريس، في اي حته، المهم في اي مكان. طب حد قال لك انا صفحه الفيس عندي في عدد قليل قوي وما عنديش ولا يوتيوب ولا قناه ولا عندي اي حاجه ولا اعرف حد كمان، نقول له ايه؟ نقول له ماشي، في حاجه اسمها مواقع، هتاخد اللينك بتاع المنتج ده، هنعلمك ازاي تحطه في اي موقع، برده خطوتين، اي موقع تدخل تفتح تحط اللينك تاخد بعدك وتمشي. مش اللينك نفسه، هنعمل فيه تحويله كده عشان ممنوع تحط اللينك نفسه، فبناخده نحطه عن طريق حد، يعني في حاجه تانية بناخدها. الموضوع سهل، ما فيهوش ولا افتكاسات ولا في فن ولا في حاجه. بتبقى نقطه هي اللي فعلا صعبه في الشغلانه دي كلها، اختيار المنتج. هي دي مشكله المشاكل انا في رايي، انا لان انا شفت الموضوع ده بنفسي وعصرته بنفسي. مشكله المشاكل اختيار المنتج. منتجات كتير قوي موجوده قوي في الكوكنز المطبخ، في الفورماس مثلا، في حاجات الطبيه اللي هي زي الكمامات وحاجات زي كده، في ايه كمان، في التكنولوجيا، في الترافلز، حاجات ادوات خاصه، حاجات كتيره جدا. ايه اللي ماشي؟ ايه اللي شغال؟ انت لو خدت هتقول لي ما انا ممكن اخد كل المنتجات وعارضها، مش هتقدر، لان المواقع عددها اللي بتعرض لك وهتخدم عليك. انت صفحتك على الفيس قليله، ما عندكش قناه يوتيوب، ما عندكش حد من الاخر يخدم عليك. مين اللي يخدم عليك؟ شويه مواقع كده هتعرض لك. المواقع دي بيزورها في الشهر 30 مليون فرد، 40 مليون، حاجات زي عدد كبير جدا بيدخل. هو بيكتب لك فوق العداد كم واحد بيدخل لي كل شهر، وبتلاقي مثلا نصهم امريكان، فدول بيشتروا بصراحه يعني. فانت عشان تدخل تعرض مش هينفع تعرض كتير، لينكات كتير هنا وهنا، لازم تعرض حاجات قليله. فلازم تكون عينك هتبص تقول اه هاخد دي، والا كنت واحد رايح دماغه وخد كل المنتجات عرضها في كل حته. المواقع ما بتسمعش، المواقع دي قايمه على ايه؟ اسئله واجوبه، خدمات للناس عشان الناس تعرف تيجي، ولا تيجي ليه الناس؟ فهم بيستغلوا ان الناس دي بتيجي عشان بتسال على حاجات وحاجات زي كده وبيعرضوا لهم المنتجات دي، فبيشوفوها في اللي بيشتري في اللي ما بيشتريش. تمام كده؟ هنبدا المره الجايه اللي هنشوف الموضوع دوت. موضوع النهارده هيبقى عندنا ازاي نختار المنتج، ايه المنتجات اللي موجوده، ازاي نسجل في الموقع، ازاي لو عندنا صفحه على الفيس او يوتيوب نعرض عليهم. المره الجايه هنشوف بقى المواقع بقى اللي هنبدا ايه نعرض عليها، بس الموضوع هيكون بسيط. يعني هنبدا اول حاجه في الموقع الاولاني، مفيش هنا تطبيقات على فكره، كلها مواقع. تمام؟ في هنا اول حاجه كيك بوستر. كيك بوستر ده اول حاجه المفروض اكتب كيك بوستر دوت مي عشان ادخل على الموقع، لكن انا قصدت اكتب كيك بوستر بس عشان حاجه تانية. انا هدوس على كيك بوستر اللي انا كتبتها ديت. حلو الكلام؟ ممكن ادخل على الايفيليت على طول، وممكن ادخل هنا على لوج ان، لكن انا هدخل ايه هنا؟ هدخل على الايفيليت عشان ايه؟ اختصر برضو الوقت في الكلام دوت. هو المفروض ان انت لما بتدخل هنا اصلا على المكان ده المفروض ما يديكش الشاشه دي، بيديك شاشه الاول بيقول لك انت عايز ايفيليت، مش عايز، يخيرك بين خيارات. فانا دوست من بره من جوجل الايفيليت على طول وريحت دماغي. طب بيقول لك هنا ايه في الصفحه دي؟ بيقول لك هنا ان انت عايز تشتغل معانا بالعموله. يعني ايه تشتغل بالعموله؟ بيقول لك هنا ان في ان احنا بنعمل هنا الايرن فيرزا، بيقول لك ان انت بتعمل هنا شغل بالعموله، تمام، وبتقدر تشترك معانا فيه. طيب تشترك معانا فيه يعني ايه تشترك معانا فيه؟ يعني تشترك ونسوق مع بعض بالعموله، انت تاخد عموله وانا ابيع المنتج بتاعي. حلو الكلام؟ او حتى اكسب مكافئات ريورد فور شيرنج ان بروجكت يور لاف، اكسب معانا مكافئات مقابل ايه؟ المشاريع بالحب وحاجات زي كده يعني. تمام؟ نبدا ننزل شويه كده.
ماشي الكلام ده كله انا هقوله لكم هي مره واحده بس عشان تكونوا عارفينه. انشاء روابط هنا تابعه للكيك بوستر. الروابط دي يعني ايه؟ انت هو بديك لينك، اللينك ده انت بتاخده بتبدا بقى تتمشى بيه، تروح تحطه في تويتر، تحطه في فيس، في اي حته. هيدي الرابط اللي بقول لك عليها لمشاريعك المفضله، مشاريعك اللي هي المنتج اللي انت هتختاره، وهتحصل مقابل كده على اموال مش عارف ايه، وشارك برابط الايفيليت مش مشكله. الكلام ده كله خالص احنا اهم حاجه هننزل هنا. بص بيقول لك هنا يبقى بيقول لك عندك هنا اول حاجه بابليكيشن. بابليكيشن يعني عندك منشورات عايز تسوقها، تمام؟ او عندك مثلا البلوجرز زي مثلا مدونه بلوجر، تمام؟ يعني انت شوف انت عايز يعني البابليكيشن ده انت عندك حاجات هتعرض مثلا عليها مثلا الكلام ده. بيقول لك مين هم المسوقون عندنا الافليت هنا الماركتنج التابعين لينا، تمام؟ الناس اللي هي اللي هتقدر برضو نخدم علينا، يعني هنخدم على بعض من الاخر كده يعني، تمام؟ ولا انت عايز هنا تاني حاجه العملاء، بعد كده في حاجه اسمها المؤثرون، تمام؟ واخر حاجه هنا اللي هي الفرنس اند فاميلي اللي هي ايه الاصدقاء والعيله. انا الكلام ده كله يعني هو بيوريك شويه حاجات مش مهم. انا اخر اهم حاجه في الصفحه دي كلها رقم واحد اللي احنا كلنا بنقول لك الموضوع خطوات. كتبنا الكيك بوستر في الجوجل الخطوة الأولى، الخطوة الثانية هسجل هنا. بيقول لك هنا بيقول لك سجل معايا، بيقول لك قم بإنشاء حساب الإيفيليت في أقل من دقيقتين ولا تدفع أي شيء، افتح الآن. وبيكتب لك حاجات تانية اللي عايز يتعرف عليها يترجمها ويتعرف عليها لو كان هو إيه عايز يعرف حاجات تانية. يعني الحاجة التانية دي مثلا بيقول لك اختار مشروع للترويج، لو أنت عايز تعمل مشروع عشان الترويج ماشي مش مشكلة، قوم بزيارة السوق. بيقول لك بعد كده في رقم ثلاثة انشر كلمه، تكون بانشاء رابط تابع مش عارف ايه، بعد كده اخر حاجه احصل على المال. مش هيهمنا الكلام ده كله، احنا يهمنا اول واحده الخطوه الاولى قلناها ايه؟ ان احنا نكتب المتر بوك العنوان اللي احنا كتبته على الموقع الكيك بوستر متر بوك الكيك بوستر، تمام؟ بعد كده تاني حاجه هنكتب ان احنا عايزين نسجل عندك. هقول له عايز تسجل عندي بروجكت ولا عايز تسجل عندي ايفيليت؟ انت عايز تسجل ايه عندي؟ هقول له انا عايز اسجل عندك هنا الايفيليت. هيقول لي طيب حاضر، طب اديني هنا بقى الداتا بتاعتك كلها عشان ابدا اعمل لك ايه المشروع بتاعك. انا هقول له انا مسجل قبل كده فمش هينفع اسجل تاني. طب بس مش عارف بقى انا احط اي حاجه كده، بس هدخل على الصفحه على طول عشان انا مسجل قبل كده اصلا. دي واحده هقول لك على الصفحه على طول. انا طبعا مسجل قبل كده فمش هينفع ان انا يعني اسجل مره تانية والكلام ده كله، تمام؟ نعمل ايه بقى؟ نلغي الكلام ده خالص. حلو الكلام، ونبدا نسجل ونشوف الكلام ده هنبدا نعمله هنا ازاي اللي كنتم، تمام؟ بعد ما مسجل الاسم ومسجل الايميل بسجل هنا حاجه اسمها الايميل بتاع الباي بال. لو سجلته دلوقتي هتوفر على نفسك مرحله اسمها مرحله البروفايل. طب لو ما حصلش حاجه زي كده بنعمل ايه؟ بندخل بعد ما نخلص خالص الشغل بتاعنا على البروفاي ونبدا نسجل برضو، لازم نسجله، تمام؟ واللي ما عندوش ايميل باي بال هنقول لك هتعمل ايه، تمام؟ بتيجي بتكتب هنا باسورد وبتعيدها، ده خاصه بيك انت مالهاش دعوه خالص بالايميلات فاتت والكلام ده. واستحسن تعمل ايميل جديد عشان تستقبل عليه الشغل، ما يكونش عندك ايميل عليه زحمه يعني البريد بتاعك عمال يتملي، وده من ضمن الشغل. ساعات تجي لك رساله مهمه جدا وانت مش فاهم ايه الموضوع، وتكون اتحشرت وسط رسائل، فيفضل تعمل. بيقول لك هنا اي هاف اجري، انت موافق على الشروط دي؟ بتقول له اه انا موافق. بيقول لك هنا هنا ابعت لك هنا على ابعت لك على الايميل الجديد كل حاجه جديده والكلام ده. ممكن تقول له اه هنا وممكن تقول له اه هنا وتريح دماغك وسبميت وخلص الموضوع. طيب انا هروح اسجل عشان انا مسجل اصلا دخول، فهروح اسجل دخول وهرجع لك تاني. دخلني على الصفحه على طول لان انا اصلا مسجل قبل كده. وبيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انت ممكن تحصل على 20% مثلا لو انت بتروج لاصحابك. مش مهم الموضوع ده خالص، اهم حاجه بتهمني في الموضوع. احنا قلنا هنعمل كام خطوه. اول خطوه كتبنا الكيك بوستر في البدايه، تمام؟ جوجل، ودخلنا وكتبنا دوسنا في جوجل نفسه على ايفليت برضو، دخلنا عملنا ايه؟ قلنا له عايزين نسجل. اقول له اول رقم واحد سجلنا، تمام؟ انت كده انت بقيت جوه خلاص. جوه هنبدا ناخد هنا بقى منتجات، المنتج اللي عجبنا ناخد اللينك بتاعه ونروح نحطه عندنا، مفيش اي صعوبه لغايه دلوقتي، تمام؟ اول حاجه هنا لما انا دخلت خلاص كده على الموقع نفسه من جوه، قال لي انت عايز تشارك بالرابط بتاعك في كيك بوستر ولا عايز هنا شاهد مبيعات اكسب مكافئات الكلام ده كله. مديني هنا اللينك ده بتاعي انا، ممكن اخده كوبي واشيله عندي واحتاجه بعد كده.
ملي يكون بفيديو هعمل حملة. عندك هنا دي حملة اللي هو شاهد الفيديو. الفيديو ده بيعمل ايه؟ الفيديو ده بيوريك الشغل اللي بيحصل جوه. احنا برضو عارفين مش عايزين ايه، مش حدوت يعني. تمام. بيقول لك كمان انت عايز تشارك هنا على الفيس ولا على تويتر؟ تمام. انت عايز تشارك على ايه؟ انت براحتك. الكلام ده كله برضو ما بيهمنيش. اللي يهمني حاجة واحدة بس، انزل بالماوس. شايف الماوس بيتحرك ازاي؟ اهو انزل هنا على بروفايل، هنا اهو بنزل هنا اهو على بروفايل. شايفين الماوس ده بتحرك عندها، بدوس عليها. مهمة قوي بروفايل يعني. ليه بقى مهمة؟ مهمة لان انا هبدا اعمل حاجة كويسة قوي دلوقتي. ايه؟ ان انا لازم اقول لكم ازاي تسجلوا هنا في الموقع. انا سبت هنا الايميل بتاع الباي بان ما سجلتش فيه. لو كنا سجلنا مش هنحتاج نيجي الصفحة دي خالص. طيب انا باجي هنا صفحة ليه؟ بيقول لك لازم تسجل هنا، تقول اسمك، بسجل هنا الريفرنس كود بتاعك. الكود ده بتاع كود الباي بال. طبعا انا مش حاطط كود الباي بال ده، انا حاطط اي ارقام ومسجلها كده، وحاطط اي حاجه انا بستخدمها، لكن هي اصلا مش اللي انا بستخدمه يعني، عشان اوريك بس. الباي باي الايميل لازم يتحط هنا، لازم باي بال الايميل يتحط هنا. طيب خلاص كده خلصنا، حطينا الباي بال هنا وسجلنا الكلام ده. بنيجي هنا في الحته دي بنقول له سيف. طيب سيفنا الكلام ده. موضوع ببدا اروح بعد كده هقول لكم برده الباي بال هنعمله ازاي. بس قبل ما اروح الباي بال هدوس هنا على الكامبين، ولا ادوس هنا على متر بوك؟ هدوس على متر بوك اللي هو السوق نفسه اللي ادخل عليه. تعالوا بقى نشوف ايه موضوع الباي بال ده بقى، عشان ده مشكله المشاكل برده. ليه مشكله؟ لان مش كل الناس عندها حساب لموضوع الباي بال. طيب نعمل ايه في الموضوع الباي بال ده؟ في حاجات بتخليك تفعلها، في اسلوب شرعي وفي اسلوب غير شرعي. ايه الاسلوب الشرعي دوت؟ الاسلوب الشرعي ان انت يكون عندك كارت مشتريات على مثلا بنك زي مثلا الاهلي، زي بنك، ممكن يكون عندك كارت مشتريات معين. الكارت ده لما بتروح البنك بيفعل لك حساب من شركه الباي بال. باي بال اصلا مش بنك عشان خاطر يديك كارت لا، ده هو حساب الشركات بتنزل عليه فلوس. الباي بال ده ياخد الفلوس يبعتها لمين؟ لاي بنك بقى. يبعتها البنك بايونير، يبعتها البنك الاهلي، يبعتها للبنك اللي هو هيتفق معاه، يقول له نزل لي هنا على الحساب. البنك راح مديك ايه بقى؟ كارت. اليومين دول الكارت مجانا بتاع البنك. حلو كلام؟ اه والله، لان انا سائل وعارف اليومين دول مجانا، ما اعرفش لغايه امتى. هو بيقولوا مجانا، عاملين اعلان على النت بيقولوا مجانا، اللي هو الناس عندها كارت مؤشرات البنك الاهلي تقريبا. الاهلي عامل مجانا اليومين دول الكارت دوت. بتروح هناك صباح الخير عايز اسجل الباي بال، هو بنفسه بيفتح لك ويسجل لك، هو بيعمل لك كل حاجه وانت مالكش دعوه خالص. بيديك بقى كارت، هو كارت مالوش دعوه خالص باي حاجه عندك ولا حسابك ولا كارت جديد خالص مالوش دعوه. ده خاص بالدفعات بقى اللي هو تجي لك من بره، انت عايز تشيل تحط جواه فلوس وتشيل حاجه من بره، مش عارف ايه، اي حاجه يجي لك عليه فلوس، الفيلم العربي ده كله، ويبقى خلص. تاخد بقى، هو بيدوك الايميل، بيدوك الداتا، بتاخدها تحطها هنا، بتحط الايميل، بتحط الرقم، وخلص الموضوع على كده. الشركة هنا بقى الموقع بيديك رقم سري، يعني مثلا انا مثلا هاني 1 2 اكس، في يقول لي مثلا لا الرقم ده مكرر، اقول له طب جرب لي زد، طب واي، طب ان، طب 1 2 3 4 لغايه ما الاقي رقم ينفع. ده الكود بتاعنا بقى، كل ما بدخل اشتري حاجه احط الكود كده. ما عملناش اي حاجه غير ان احنا دخلنا زي ما قلنا سجلنا وكتبنا البيانات بتاعتنا، وهنبدا نروح بقى للسوق عشان نختار السلعه. وزي ما قلنا كل واحد وايه شطارته. هنروح هنا نبدا ندخل على السلعه، هنا نبدا نشوف. هنا بيقول لك هنا فيو كومبين ولا بوست، هنا مثلا كومبين. انت بقى بتختار، تبدا تختار مثلا اي حاجه، تعال نختار مثلا التشوز ده اي حاجه. طب قبل ما نختار برضو في حاجه عايز اوريها لكم هنا. هنا بصوا يا جماعه، شايفين الماوس بيتحرك؟ بيقول هنا قول يعني كل حاجه موجوده هنا. يعني في هنا فاشن، في هنا فود طعام، في هنا جيمز، في هنا هيلث حاجات صحه اللي هي زي ما قلنا كمامه ومنتجات طبيه، في هنا ايه كمان، في كان في ما اعرفش كوكس قبل كده بس ما اعرفش، ممكن مش ما اعرفش حاجه فين، في ديزاين تصميمات، في اديوكيشن حاجات التعليم اللي هي وسائل التعليم، حاجات المطبخ هتكون تقريبا هي ديت، دي حاجات صحيه، الكلام ده كله، ترافل اللي هي حاجات الغطس اللي قلنا عليه والكلام ده. كل واحد منكم بيدخل هنا وبيختار حاجه معينه، يعني الجهاز ده لسه نازل جديد بقاله فتره كده الكلام ده. اللي يهمنا بقى من الكلام دوت، اللي يهمنا من الكلام ده بصوا يا جماعه حاجات معينه. ايه هي؟ شايفين مثلا اي حد بيجي مثلا عايز يبيع حاجه، انت عايز تبيع حاجه على الموقع دوت، بتعمل ايه؟ بتقول له انا مش هدفع عموله،
لاي حد غير لما اوصل للتارجت بتاعي. تمام. طيب التارجت بتاعك كام؟ انت اللي بتحدده. طب انا حددت هنا، الراجل ده صاحب التشوز ده حدد هنا، قال لك انا لما اوصل ل $5,000 هدفع عموله. يبقى انا هنا لما اجي ادخل اشتري، مش لما الحاجه تعجبني كمان اخدها واخد اللينك بتاعها وامشي، لا، ده لازم تكون محققه التارجت. لو مش محققه التارجت ما اقربلهاش. حلو الكلام. طيب معظم الحاجة اللي هنا محققة التارجت. تعالوا نشوف مثلا التليفون ده. بص يا جماعة، هنا ده قال لك انا على التارجت بتاعي $10,000. لما اوصل للمبلغ ده، ال10,000 ده شايفين، اقول الماوس بيشتغل عليه. حلو. لما يبقى يوصل للعشرة، انا ممكن ما يوصلش، كنا نعمل اعلان وكذا، يوصل لغايه 8 والوقت بتاعه انتهي. كل واحد ليه تايم هنا، بيعرض منتجاته وحاجاته والكلام ده كله، ما يجيبش. يبقى احنا كده تعبنا على الفاضي. يبقى ده شرط اساسي لاختيار المنتج، الى جانب المنتج يكون انت نظرتك فيه ان هو لا، المنتج ده كويس وهيتباع، لا ده اغلى من تمن، ده بيتباع اقل من كده بكثير، لا ده مش فاهم، لا بس ممكن يكون منتج كويس بس امريكي الماني حاجه عاليه يعني. تمام. فما يكونش مثلا صيني ارخص منه ونقول لا، ما نقارنش، لازم نقارن صناعات بدول بحاجات كتير. في شويه حاجات كده اللي بيفهموا في التجاره كده يعرفوها يعني. انا بقول المعلومه المهمه قوي، مش هتاخد عموله غير لما يكون هو محقق الشرط بتاعه. اهو كل موقع وليه شروطه. الموقع ده هو ده شغله كده. تمام. في موقع تاني ملوش شغلانه، الشغلانه دي مش بتاعته خالص، بيقول لك انت تاخد اللينك وتسوقه، وصل ما وصلش كده كده، لما اي حاجه تتباع هينزل لك عموله. ده موقع تاني خالص. موقع تاني كل واحد وليه سياسته. انا بشرح موقع ليه، عشان كل واحد ليه سياسه غير التاني. ده سياسه الموقع ده. يبقى انا لو عايز مثلا ادخل هنا، بيقول لك فيو كومبين هنا وهنا بوث هنا ذيس كومبين، انا عايز هنا اختار ايه منهم هما الاثنين. ده محقق التارجت اول اهم حاجه. محقق التارجت، اختار منهم ايه. في حاجه مهمه عايز ابص عليها، ايه هي؟ العموله والتارجت. التارجت عندي هنا في الشيز اختار ده متحقق، بس العموله 5% قليله برضو، ما تجيش حق التعب الواحد. ممكن تكون مبيعاتها كتيره كويسه، دي رؤيه بقى. انا هاجي هنا، هاجي اقول له هنا ده العموله مثلا 15%. انا كل اللي انا عايزه، عايز اخد اللينك بتاعي وامشي. تمام. هاخد هنا البوس هنا كومبين، او ادوس على كومبين. لا انا مش عايز هنا اشوف اي حاجه تاني، انا عايز البوس كومبين بس من هنا، عشان اجي هنا اعمل ايه؟ عشان اجي هنا اخد اللينك بتاعي وامشي من هنا. حلو الكلام. انا هدوس هنا اهو واخد بعضي عشان ايه؟ يديني اللينك. هو اداني هنا اللينك بتاعي اللي انا عايزه، هاخد اللينك ده وامشي واسيب الموقع كله، اروح بقى على تويتر، اروح على الفيس، اروح على اي حته. طيب هو هنا بيقول لك كمان عايز تشارك هنا على الفيس، ابعت لك اللينك ده على طول على الفيس، اللي انت لو حد دخل عليه واشترى خلاص، ولا ابعته لك مثلا هنا على تويتر، ولا انت عايز تاخده نسخ. انا هقول له انا هاخد الكوبي هنا وهمشي واسيب الموقع كله. هروح بقى فين عشان ما اطولش عليكم الفيديو؟ هروح اعمل فيديو بالظبط بالظبط. هو هنا بيوفر لك فيديوهات، الفيديوهات دي هنشوفها دلوقتي موجوده، بتدخل هنا في الفيديوهات دي، بتاخد فيديو منهم. تمام. بتنزله على اليوتيوب وبتحط في صندوق الوصف اللينك دوت. فأي حد بيدخل بيتفرج على الفيديو بينزل في صندوق الوصف بيختار حاجة زي كده. الموضوع ده فعال بالنسبة، أنا في رأيي أنا، في نسبة مش عالية. أنا بقول أنا في رأيي أنا يعني. في ناس تانية تقول لك مهم أوي إن يكون عندك على اليوتيوب ومش عارف الكلام. الناس اللي عندها قناة مثلا وعليها مثلا بيجي لها 50,000 والعدد كبير، بس يكونوا من بره مش من هنا، لأن لو من هنا معظمهم ما بيشتروش بصراحة يعني. من بره او حاجه زي كده، عندها استهداف اجنبي مثلا او عرب او حاجه زي كده، ممكن تاخد اللينك وتحطه في صندوق الوصف لاي فيديوهات ثانيه، مش لازم تاخد الفيديو عشان ما حدش يجيب له حقوق طبع ونشر كده. لان حاجه زي امازون لما نيجي نعرضها الفتره الجايه ممنوع تماما تاخد من عندها فيديو وتعرض، يعمل لك مشكله كبيره، واي حد هيعمل مشكله. فاحنا احسن حاجه ناخد اللينك، انا عامل مثلا فيديو بحط اللينك تحت كده عشان اي حد عايز يشوف يدخل، او رزقي ما جاش خلاص. طيب احسن. طب وبالنسبه للتويتر مثلا، بالنسبه مثلا للانستجرام، بالنسبه حسب الصفحه اللي عندك عليها مين. لو عليها برضو اجانب عرب، انما الناس اللي هيشتروا او مصريين بيشتروا مثلا، مش شغال عندك عدد كبير ومش فارقه معاك، اعرض وخلاص. وممكن تختار حاجات اي حد في مصر لازم يشتريها يعني. في حاجات كده الناس بتعرضها يعني، معايا زميله بتعرض مثلا حاجات مكياج وحاجات زي كده، بس هي فاهمه فيهم حلو قوي يعني، بتعرض هنا في مصر وبيع كويس قوي، يمكن اكتر من بره على صفحتها على الفيس.
فانتوا ممكن تعملوا حاجه زي كده، ممكن تاخد اللينك ده تاخد كوبي كده ولا تشير ولا ما تشيرش وتروح تعمل اللي انا بقول عليه ده بالظبط. طيب لو انت ما عندك صفحه على الفيس وعليها ناس وما عندكش قناه ولا ما هتعمل ايه؟ يبقى الفيديو جاي استناه، هنوريك ازاي تاخد اللينك ده وتروح بيه مواقع. مواقع بقى بيزورها في الشهر 30 مليون و40 مليون و50 مليون، بيزورها عدد بعدد، وتلاقي 40% امريكان على 20% مش عارف انجلترا، ناس بقى يعني بصراحه مواقع امريكيه بقى وكندية وحاجات زي كده، بس حاجه مستوى عالي جدا جدا في العرض، احسن من ما انت هتعمل، احسن ما يكون عندك صفحه على فيس ولا يوتيوب ولا كل الكلام ده. المره الجايه هنشوف الموضوع ده بنفسنا، هنبدا نمسك مثلا حاجه زي امينو، زي جاب، زي مثلا زي فري مثلا، في شويه حاجات كده مواقع ممتازه. ولا بس خلي بالكم بقى من نقطه مهمه قوي، انك لما تيجي تعرض تمام ما ينفعش تاخد منتجات كتيره جدا وتعرضها هناك، مش هيسمحوا لك بكده، لان المواقع دي مش مخصصه لعرض اللينكات او المبيعات، ولا كانوا شغال هم ده، هم بيجي عليها الناس دي ليه؟ عشان مثلا حد بيسال سؤال في حاجه معينه، في الطب، في الهندسه، في اديوكيشن، في تعليم، في الهيلث مثلا، في الصحه، في اي حاجه تمام، بيلاقي اجابه. فانت بتدخل مثلا، انت واخد هنا ايه؟ واخد هنا منظف حابب تنظف الاذن وحاجات زي كده، ادخل على الهيلث على طول هناك، وهتيجي تحط اللينك يقول لك برده لا ممنوع. فاحنا بنحطه بطريقه ماكره كده، نحطه بنختصره عن طريق بيتلي تمام، موقع بيتلي، ونحطه بطريقه كويس ما حدش ياخد باله، وينزل ويجيب مبيعات حلو جدا تمام. بس لو حطيت بقى كتير بيجيب لك حاجه اسمها سبام. سبام دي يعني انت كترت قوي، زي ما بتدخل على الفيس كده وتقعد تعمل تبعت لدوت ولدوت ولده، ده يقفل عليك الماسنجر يقول لك انت بتبعت ناس كتير كده ليه؟ ده دوري انا، ده انا بكسب الموضوع دوت. فهو ما ينفعش يعمل عنده كده. المره الجايه هنشوف هناخد الحاجات دي باختصار ازاي، وهنحط موقع اتنين، هنشوف شويه مواقع كده سجلوها عندكم وتعرضوا الكلام ده كله. انا خلصت الفيديو، لو عجبكم ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.